اقتصاد عقيم، شعب يعاني الظلم المقيت والفقر المدقع، وأزمات كثيرة بمثابة قنابل موقوتة في جل القطاعات. ضمن هذا الواقع المظلم يطرح نظام المخزن قانون المالية لسنة 2025 فيصدم المواطن البسيط قبل المختصين الذين وصفوه بالمهين كونه يعقد أزمة البلاد أكثر مما هي عليه. الشيء الذي تقوم به السلطات المغربية اليوم من استفزازات ومن ضرب الاستقرار، استقرار الشعب المغربي، يؤدي بالضرورة إلى نتائج لا تحمد عقباها، وهذا في جميع الميادين. إذا كانت هذه الممارسات تضرب القدرة الشرائية وتضرب الاستقرار السياسي وتضرب ممكن الجانب التنموي في الدولة، فبإمكان أنه الأمن أيضاً في هذه الدولة أن يتدهور. قانون المالية لسنة 2025 كما أراده نظام المخزن، أو ربما كما فرضه واقع البلاد، جاء صادماً للشعب المغربي المقهور، لأنه لم يأتي بأي حلول عملية لمشاكل المواطن، خاصة تلك المتعلقة بندرة المياه، الإهانات المالية، وقطاعات الصحة، التعليم والعدالة، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة في ظل تفشي الفساد الذي زاد من ثراء طغمة حاكمة على حساب أغلبية مقهورة، ولم تجد سبيلا إلا الاحتجاجات التي تقمع في كل مرة بأساليب تؤكد أن القمع هو الأسلوب الوحيد والسلاح الأوحد لنظام مخزني فشل بالطول والعرض وجعل نفسه مرادفا للمثل القائل: فاقد الشيء لا يعطيه. هناك عجز مالي كبير، هناك ديون كبيرة وتقابلها انخفاض في المداخيل، والنظام السياسي يسعى إلى رفع حجم المداخيل من خلال فرض المزيد من الضرائب، وهذا ما يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم المغاربة لن يجدوا راحتهم في هذا النظام السياسي. ولذلك الآن نتحدث عن المغرب وفيه ربط بين المطالب الاجتماعية والمطالب السياسية، وحتى أن البعض أصبح يطالب بتغيير نظام طبيعة النظام السياسي وليس بالاحتجاج على قرار معين. لقد اعتاد نظام المخزن المغربي على تسويق صورة كاذبة لشعبه قوامها من سراب، ولأن دوام الحال من المحال أصبح عاجزا عن مواصلة ادعاءاته الكاذبة تحت لفهات شمس الحقيقة التي لا يحجبها إعلامه الكاذب وانتصاراته الوهمية في عالم الجلد المنفوخ. فإلى متى يظل نظام المخزن يكذب على شعبه وهو يعلم أن حبل الكذب قصير مهما طال؟